هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، أن البعض إذا وقع في الذنب أو وقع في المعصية فعليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى. من أذنب الذنب عليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى ولو بلغت ذنوبه عنان السماء أن الله سيخلصه منه. ولذلك ما فرح الشيطان من المذنب بشيء مثل اليأس من رحمة الله عز وجل. واليأس من رحمة الله أن يقول له أبدا لا يمكن أن تترك هذا الذنب، وبالأخص ذنوب الخلوات. ولذلك تجده يتهم من يفعلها بالنفاق فيبتلى بذنب في السر فيتوب منه ثم يرجع مرة ثانية فيتوب منه ثم يرجع مرة ثالثة فيتوب منه، فيقول له الحل أن تعاهد الله فيعاهد الله. وفي بعض الأحيان يقول العهد لا أستطيع عاهد الله، فيأتي أسبوع كامل. لذلك نحن نسأل الناس ونجد أشياء غريبة في إجاباتهم، فتجده يقول حسست بنشوة وإذا به قد تركت الذنب تماما، لأن الشيطان حريص يريد أن يصل إلى ما هو أعظم. فيمر عليه أسبوع يتوب، فيمر عليه أسبوع لا يفعل هذا الذنب، ثم يأتي ويقول له أنت ما شاء الله تبارك الله إذن عاهد الله عز وجل أنك لا تعود للذنب. مسكين محب لربه نحسبه لا نزكي على الله، ما يريد الذنب، قد كره الذنب مقته في الله، فيأتيه من نفس طاعة الله عز وجل فيقول له عاهد الله أنك ما تعود، فيعاهد في حالة قوة الإيمان ونشوة الإيمان. والخبيث قد استحكم من قلبه، فإذا عاهد الله وأتم عهده عاد عليه بأسوأ مما كان عليه. فإذا أصاب الذنب المرة الأولى صار عنده ألم شديد، الألم ما كان عليه. فإذا أصاب الذنب المرة الأولى صار عنده ألم شديد، الألم الشديد، ثم يعيد له المرة الثانية المرة الثالثة فيقول له انظر كنت تتوب بعد الذنب مباشرة فأصبحت ما تتوب مباشرة، إذن قلبك قد مات. انظر كيف الله سبحانه وتعالى جعلك تعاهد ثم تنقض العهد، وهذا صنيع أهل النفاق، أنت منافق. انظر 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 حتى والعياذ بالله يقنطه من رحمة الله. وهذا كله كيد من الشيطان لا حقيقة له، وإلا ولو علم العبد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لكان فوق ما يخطر له على باله. وأنه والله لو انغمس في الذنوب من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه ثم قال يا رب إني تائب إليك لمح الله له ذنبه إن صدق في التوبة، ولغفر الله له الذنب ولم يبالي. فالشيطان ما حرص على شيء مثل حرصه على قتل هذه المعاني، لأنه يعلم أن هذا القلب يحب الله عز وجل، ويعلم أن هذه القلوب المؤمنة التي أقبلت على ربها أنها تبيع هذه الدنيا كلها في حالة نشوة الإيمان. الإيمان إذا تمكن من القلوب قاد القوالب إلى أمر عجيب من الصلاح والتقوى وحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يهدم هذه المعاني. لكن ليس معنى هذا أننا نسول المعاصي، وليس معنى هذا أن نقول أن الذنب شيء يسير، لا، إنما نقول إذا كان العبد ينظر في نفسه والله يشهد وهو المطلع على الضمائر العليم وحده بالسرائر أن العبد يكره هذا الذنب ويتمنى اليوم الذي يتركه، وهو يعلم سبحانه منك ذلك أنك ما تريد، فتتعاطى الأسباب في البعد من هذا الذنب وعدم الوقوع فيه. فإذا والعياذ بالله ضعف الإنسان وابتلي بفتنة فوقع في الذنب فتاب من الذنب، أسعد الناس من ينزع عن الذنب إذا وقع فيه. منهم من يتدارك الله برحمته في أول الذنب، ومنهم من يتداركه في وسط الذنب، ومنهم من يتداركه في آخر الذنب. فإذا وقع في الذنب ورجع مباشرة بعد الذنب واسترجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، وعلم الله من قرارة قلبه أنه بعد ما فعل هذه المعصية أنه تائب، فإنه مغفور له بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. ولذلك قال الله تعالى في كتابه إن الله بصيغة التوكيد، ما قال إني بالاسم الظاهر، إن الله، وهذا كله له دلائل في لسان العرب، لما يقول إني
هذا شيء، لكن حينما يقول إن الله بالاسم الظاهر، إن الله يحب التوابين، تواب فعال، وفعال صيغة مبالغة تدل على كثرة التوبة. إذا كان الذي يكثر التوبة محبوب، معناه أنه كثير الذنب، لكنه محبوب عند الله، لأنه لما أذنب ما يأس من رحمة الله. فقف عند هذا الموقف، أنك إذا أذنبت لا تيأس من رحمة الله مهما كان الذنب، ما دام أن الروح لم تغرغر، فقل يا رب ليس لي غيرك، واحرق هذا الشيطان الرجيم، وقل يا رب لا أيأس من رحمتك. ولو كان الإنسان، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، أذنب عبد ذنبا فقال، ما أطيب هذا القول، قال ربي أياما ربيتني بالنعم، قال ربي أياما ربيتني بالنعم، رب اغفر لي، اغفر لي هذا الذنب. فقال الله لملائكته، لأن هذا الصوت رب اغفر لي خرج من قلب مؤمن، خرج من قلب بلسان صادق، خرج من قلب عبد يعلم من هو الله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رب اغفر لي، ما لغيرك ربي، أنت الذي ربيتني بالنعم، رب اغفر لي. فقال الله قد غفرت لعبدي، علم عبدي أن له ربا، قالوا هذا جعله الله من توحيده، لأنه لما قال ربي معناه أنه مؤمن بربوبية الله عز وجل، رب اغفر لي، فلما قال اغفر لي علم أن الذنب لا يغفره إلا الله. فانظر إلى من أساء في جنب الله ثم نادى ربه فوجد ربه توابا رحيما، فمن استغفر الله وجد الله غفورا رحيما. أبدا ما في أحد يستغفر الله ويستجمع التوبة النصوح إلا وجد ربه غفورا رحيما. فقال رب اغفر لي، قال قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ثالثة فقال الله قد غفرت لعبدي وليصنع ما شاء. أي ما دام أنه إذا وقع في الذنب تاب توبة نصوحا وأقبل على الله بصدق فليفعل ما شاء، فإني سأغفر له. إذن انظر بعد الذنب ما الذي يجب عليك، يجب عليك أن تتوب توبة نصوحة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإياك إياك أن تقنط من رحمة الله، وإياك أن تيأس من روح الله. فإذا كان الإنسان يقول مثلا في الكبر لا أستطيع أن أقول أعلم العلاج كذا وكذا ولا أستطيع أن أفعل، فلا أستطيع هذه من الشيطان، لأن الله لم يكلف الناس ما لا يستطيعون، ما كلفنا الله ما لا نستطيع. ولذلك تجد البعض الآن يبتلى بذنوب في الخلوة، فإذا قيل له اتركها يقول ما أستطيع. هذه كلمة ما أستطيع، لو أنه نظر حينما يأتي للعصاة والمذنبين ويقول للمذنب اترك الدخان، يقول له ما يستطيع، يقول يا أخي كيف ما تستطيع، ينكر عليه وهو بنفسه يقع في الذنب ويقول ما أستطيع. إذن هذا، وهذا نبه عليه العلماء والحكماء، أن الإنسان إذا وقع في قلبه أنه لا يستطيع فلا يستطيع، لأن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. لا تظن بربك شرا، لأن لا أستطيع معناه والعياذ بالله أنك مستمر على معصية الله. قل اللهم أعني، اللهم اغفر لي، اللهم بلغني، ويكون عندك شعور أنه سيذهب عنك هذا الذنب. وأعرف رجلا أنه كان مبتلى بشرب الدخان أكثر من 50 سنة، وجاء في مزرعة الوالد رحمه الله، كان يعمل في مزرعة الوالد وعمره في 70، ويقول من عمره 15 وهو يشرب الدخان. فقلت له يا فلان استعن بالله عز وجل، قال هذا العمر كله أترك الدخان؟ إي والله. قلت والله إن صدقت مع الله يصدق الله معك، إن صدقت مع الله يصدق الله معك، أقسم بالله أنه تركه في يوم واحد، ومكث عندنا قرابة 3 سنوات ولم يدخن. إذن هذا خيال، هذا وهم يشعر الإنسان به نفسه. هذه النفس فيها طاقة عجيبة، لأن الله خلق الإنسان
فأحسن خلق خلق الإنسان فأحسن خلق خلقه وقدر سبحانه وتعالى فأحسن تقديره، فليس في الإنسان شيء أعظم بلاء من الانهزام أمام الشيطان. أعظم بلاء على الإنسان أن ينهزم أمام المعصية. فإذا صدقت مع الله وعزمت فإن الله نعم المولى ونعم النصير. فإياك أن تقول لا أستطيع، أو تقول عندي ذنوب ولا أستطيع أن أتركها، بل عليك أن تتوكل على الله. ثم أوصيك أخي، إذا لم تستطع أن تترك الذنب لكثرة الأسباب التي تؤتى بها، فاحرص على التخفيف منه، فإن التخفيف نوع من التوبة ونوع من الإقبال، وتلذذ بالتخفيف، وخذ من تخفيف السيئة ما يعينك على تركه، وهذا مجرب. فإنك إذا وجدت أنك ابتليت بهذه المعصية مرة في الأسبوع فأصبحت تفعلها مرة في الشهر فرحت وقلت يا ربي لك الحمد، فيزيدك الله إن شكرته. فتبتلى وتمتحن، فإذا صدقت مع الله صدق الله معك. فثق بالله وتوكل على الله، وإياك ثم إياك وضعف اليقين في الله، بل عليك دائما أن تثق بالله سبحانه وتعالى أن الله يمدك بحوله ويمدك بتوفيقه، والله تعالى.